صارنا 6 سنين مهجرين، أكثر من 6 مرات تهجرنا ونقلنا موصول من الأوضاع، تعرف الأوضاع البلد إيش صار بيه، وين نسمع أمان نجي نسكن. سجن وصلب وإجرام يا أخي، إجرام وقص روس، الله وكيلك إرهاب، شغلة ما شفناها لسه بعمرنا. أنا صار لي 50 سنة أخي، ومن جرية لجرية تهجر، ولاد أطفال عندي ما عاد نعرف وين نريد نروح. نحن نناشد كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية التوجه إلى مدينة منبج، كون مدينة منبج تعاني من الأزمة الاقتصادية والأزمة الدعم الاقتصادي والإغاثي، وكونها منطقة آمنة في هذه المنطقة